أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. ثم ذكر الله عز وجل الحكم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ما مناسبة ذكر الوصية بعد القصاص؟ واضحة أن القصاص داع إلى الموت، أليس كذلك؟ فكأن ذكر الوصية هنا حكم متعلق بذلك المقتول أن يوصي عناية ورحمة بمن؟ برعيته. الله أكبر، يعني الله عز وجل مع أنه فرض قتله حفظ ذريته بقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني هذه الآية تدلنا على كمال رعاية الله عز وجل حتى بالجاني، الجاني الله عز وجل حفظ حقه وحفظ ذريته من بعده. هذه الآية أيها الإخوة، هذه الآية أصل في حفظ الحقوق المالية، أصل في حفظ الحقوق المالية، وأصل في آيات المواريث. هذه الآية أصل في آيات المواريث، يعني هي نازلة قبل آية المواريث، ولذلك اختلف فيها المفسرون اختلافا كثيرا في نسخها، هل هي منسوخة بآية المواريث أم لا؟ والصحيح والظاهر والله أعلم أنها ليست منسوخة، وإنما هي باقية في الأمر بالوصية، الأمر بالوصية والأمر بالوصية لغير الورثة، لغير الورثة. فلذلك ذكر الأقربين هنا. أما حق الوالدين فهو مذكور في الورثة في تقسيم الإرث في آية النساء، فهذه الآية أصل في ذلك. قال القرطبي: هذه آية الوصية ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. طيب، هنا ذكر الله تعالى حق الوالدين والأقربين، أين الأبناء؟ ارجعوا إلى السؤال الأول، السورة في تمحيص هذا الدين مما أبطله وحرف فيه أهل الجاهلية. ماذا كان يعمل أهل الجاهلية في المواريث؟ كانوا لا يورثون إلا الأبناء الذكور، أو إذا لم يوجد الأبناء فهي لأول رجل ذكر له حق العصبة. أرأيتم؟ هنا الله عز وجل قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فخصهما لأنهما مما أبطله أهل الجاهلية، أما حق الأبناء فباقي ما يحتاج إلى ذكره والتنصيص عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولهذا لاحظوا أنه في سورة النساء ذكر الله سبحانه وتعالى حقوق النساء الورثة، لماذا فصلها وجاءت السورة بالنساء؟ لماذا؟ ما السر؟ لأن النساء مما يهضم حقهن في الجاهلية، بل هن مظنة هضمهن في الإسلام. ونحن اليوم يا إخواني في واقعنا، بل والله في مجتمعنا الذي يرجى أن يكون مستمسكا بحدود الشرع حقوقه، كم نجد من صور هضم حق النساء ومنعهن؟ فهذا يدل على كمال الإسلام، والله أعلم.
ختم آيات الوصية بآيتين، فقال الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. وهذا توثيق لحق الميت في وصيته، أن من بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فعليه إثم عظيم عند الله عز وجل. إن الله سميع عليم، سميع لما يقال، عليم بما يفعل. ثم قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني من خاف من موص في حياته أو بعد موته جنفا ميلا أو إثما اعتداء في أعطى حق الورثة دون الآخرين أو أوصل لولد دون الآخر، فأصلح فلا إثم عليه. فهذا يدل على أن الوصية في الأصل لا تغير، بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون، لكن إذا ظهر فيها حيف أو ميل أو إثم، أو علم هذا بسماع عن الميت قبل موته أنه يريد المنع، مثل إنسان أوصى لابن البنت، ابن البنت ما يرث، لكنه أراد أن يوصي له غير حق الورثة لتأخذه البنت، رأيتم كذلك مثال ذلك، فإذا علم ذلك أبطلت الوصية. قال الله عز وجل: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة جاءت أحكام الصيام، آيات الصيام. وما سر تشريع الصيام بعد القصاص ووصية؟ أن الصيام مما يربي في الإنسان الصبر واحتمال مشاق الطريق وتكاليف الدين. لاحظوا أنه ما زال الأمر في التأسيس، فذكر الأساس الأمن، ثم ذكر ما يعين على تحمل الشريعة بعد ذلك وهو الصبر، وأعظم ما يتمثل ذلك في الصيام، أعظم ما يربي على الصبر هو الصيام، فلذلك شرعه هنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض عليكم الصيام، الصوم، كما كتب على الذين من قبلكم. ويأتي هنا تربية وإعداد للأمة وتهيئة، بأنه قال: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني تهيئة لكم، يعني لا تحسبوه فريضة عليكم فقط، بل هو قد فرض على من كان قبلكم حتى تتقبله النفوس بطواعيه. الإنسان لو قلت: يا أخي ترى هذا كل فيه فلان وفلان وفلان، أليس هذا داع لأن يتكلف به؟ بلى. فالله تعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الأمم السابقة. قال الله: لعلكم تتقون، أيضا أن هذا الصيام سبب لتقواكم، سبب لقيام، والتقوى هي قيام بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل، التحلي، التخلي عن المحذورات والتخلي بالأوامر والتشريعات. فالصوم أعظم ما يعين على تحمل الشرائع والقيام بها على أكمل وجه. قال الله عز وجل: أياما معدودات، يعني أيضا مما يمهد الله عز وجل به ويخفف على المسلمين هذا التكليف. قال: أيام معدودات، ما هي بشيء، يعني مقابل السنة كم؟ 30 يوم مقابل 360 يوم، ليست بسهلة، ليست بكثيرة، بل هي قليلة، معدودات. لماذا الله عز وجل كل هذا تهيئة؟ لأن الصيام لم تعتده العرب، لا يعتدون العرب، فهو شاق عليهم، ولذلك شرع الصيام في البداية، في بداية الأمر بالتخفيف، بالتخيير، فمن شاء صام ومن شاء فدى، يقدم فدية طعام مسكين كل يوم. لماذا؟ لأن العرب لم تتهيأ له، فالله عز وجل أراد لأمتي أن يهيئها بهذا التشريع حتى إذا استقر الأمر فرض الصيام حتما، رمضان كاملا، ليس بالخيار وإنما بالإلزام لمن قدر عليه، وعفي عن المريض والمسافر والكبير. أرأيتم رحمة الله وحكمته في هذا الإعداد وهذا التهيئة وهذا التخفيف؟ والله إنه لرعاية لا يضاهيها ولا يمثلها أي شريعة في أو نظام في العالم. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني ليس بالإلزام، من كان عنده ظرف فلا يصوم. أرأيتم التخفيف أيها الإخوة؟ ثم قال: وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، يعني وعلى الذين يصومون وعليهم مشقة. فالطوق ما هو؟ الطوق هو يعني القدرة على الشيء مع كلفة. فالله عز وجل يقول: وعلى الذين يصومونه، يعني يطوقونه لكن معهم مشقة،
يعني مشقة ولو يسيرة. قال ففدية طعام مسكين، وفي قراءة ففدية طعام مساكين. فالله عز وجل خفف. وذكرت حكمة هنا في التشريع في بداية الإسلام بالتخير بين الفدية والصيام، لأن أول الإسلام كان حال المسلمين في فقر، فهم بحاجة إلى المال، فعوض الصيام بالفدية لأن يقوم بالصيام الفقراء فيعني يغنيهم شيئا ما، ويقوم الأغنياء بالإنفاق. أرأيتم الرعاية الإلهية في التساوي وفي القيام بحقوق بعضهم بعضا. قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، ترغيب بالصيام. وهذا يؤكد لنا أن الصيام خير، حتى في الصيام في السفر لمن لا مشقة فيه فهو الأكمل والأفضل، وحتى للمريض إذا لم يعني يقر طبيب أن عليه ضررا بالصيام، لأنه يصوم في شهر رمضان، في شهر الصيام، ولا شك أن أيام رمضان أفضل من غيرها إن كنتم تعلمون. قال الله ثم قال الله تعالى أيضا تهيئة للصيام، إلى الآن لم يأتي تعيين الصيام، كل هذه ممهدات أيها الإخوة، كلها ممهدات. قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنتم مأمورون بصيام شهر فاضل أنزل فيه القرآن يستحق أن يصام. والله يا إخواني الرعاية لا يمثلها أي رعاية ولا إعداد لو استشعرنا هذا في التربية. ولهذا نأخذ منها يا إخواني فائدة عظيمة عظيمة، أن الإنسان يأخذ هذا في تربيته مع أبنائه، في تكليفهم حتى في الصلاة، يشوقهم لها، يبين فضائلها، أنها تبعث في نفسك السرور، تزيد أجرك، تقربك إلى الله. هو أولى من أمره مباشرة صريحا بالتعنيف. لاحظوا هذا يا إخوان الكرام ملاحظة جلية. قال الله عز وجل الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذا الشهر الكريم إنما فضل وإنما شرع فيه الصيام لأنه أنزل في هذا الشهر القرآن. وانظروا ما العلاقة بين الصيام والقرآن، أن كلاهما يحققان التقوى والكمال والإيمان. فلاحظوا أن الصيام يحقق التقوى، ومن حقق التقوى استحق هداية القرآن في قوله هدى للمتقين. أرأيتم أن الصيام له علاقة بالقرآن، أنه يوصلك إلى مرتبة المهتدين من كمل اهتداء بالقرآن في قوله هدى للمتقين. طيب كيف أحقق التقوى؟ ذكر الله الصفات في أول السورة، وهنا ذكر الصيام الذي فيه تحقيق التقوى. فمن أراد اهتداء بالقرآن فعليه بالصيام. ولهذا قال الله هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هنا ملحظ دقيق نفيس أيها الأخوة، وهو أنه قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى. عاد الهدى، ما الفائدة هنا؟ ما الفائدة من ذكر الهدى هنا؟ الفائدة هنا الإشارة إلى أن الصيام يورثكم القدرة على يعني بيان القرآن وفهمه والوصول إلى هدايته. أليس الصائم أيها الإخوة بصفاء ذهنه وقلبه وجسمه يصفو عقله وقلبه لتأمل القرآن والتبصر فيه والاهتداء؟ ولهذا شرعت صلاة إيش؟ التراويح، لأن النفوس بالصيام تسمو، ثم في صلاة التراويح تهتدي ويتفتح لها القرآن ببيانه وهداياته. قال الفرقان إشارة لماذا؟ إشارة إلى النصر بالدين، يعني أن هذا الصيام سيورثكم بيان الشرائع، كمال الشرائع وكمال التمكين في الأرض بالنصر. فما أعظم هذا الذي يورثه شهر رمضان بإنزال القرآن فيه. وأنتم تعلمون أن شهر رمضان هو شهر الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما
أعظم هذه الدلالة. قال الله عز وجل في هذا يأتي الأمر الصريح في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وما معنى شهد؟ الشهادة تكون بالحضور والعلم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فدل على أن كل من شهد بعلمه أو برؤيته، ما قال فمن رأى، قال فمن شهد. الشهادة تكون بأمرين، بالعلم أو الحضور بالرؤية، فيدخل في ذلك علمه ورؤيته وحضوره. قال منكم الشهر، والألف واللام تدل على فمن شهد منكم الشهر كاملا فليصومه، يصوم الشهر كاملا، وهذا يدل على لزوم صوم الشهر كاملا. قال الله عز وجل إعادة للتخفيف مرة أخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لماذا أعاد الله تعالى هذه الآية مع أنه ذكرت في الآية السابقة؟ خشية أن يظن أنها نسخت مع نسخ التخفيف التخيير. أليس وقع التخيير بالفدية أو الصيام؟ فنسخ التخيير، وكان من ضمنها، من ضمن نزول التخيير، العفو عن المريض. فلما جاء الأمر هنا خشية أن يظن أن المريض، حق المريض ورخصة المريض والمسافر قد نسخت، أعادها الله هنا وأكد عليها. فما أعظم حكمة الله عز وجل في ذلك، في هذا البيان. قال الله عز وجل تأكيدا لنا وتأكيدا لأمة الإسلام بهذه الفريضة العظيمة، قال يريد الله بكم اليسر. قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إي والله قد أراد الله تعالى بنا اليسر، أن فرض علينا أيام معدودات، ورخص للمريض، ورخص للمسافر، ورخص للكبير الذي لا يقدر. فوالله إن هذه عناية ربانية كبيرة حقا تمثل فيها اليسر والتيسير. لاحظوا أنه قال هنا يريد الله بكم اليسر، وهناك يريد الله أن يخفف عنكم. في القصاص ما الفرق؟ أنه في العبادات فيها التيسير، وفي المعاملات التخفيف. يعني هذا سر التغيير هنا، تعبير هنا باليسر وهناك بالتخفيف. ثم قال الله ولتكملوا العدة. ما هي العدة؟ لماذا لم يقل لتكمل الشهر؟ يعني العدة أي الشهر أو الذي أفطر في الشهر فيتم العدة بالقضاء. فهذه الآية دالة على القضاء، لتكملوا العدة أي عدة الشهر أو عدة الأيام التي أفطرتم بها في رخصتكم. فانظروا إلى كمال التعبير. قال الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والله إن هذه النعمة وهذه الرعاية الإلهية تماما تستحق منا الشكر والعناية والتكبير. ولذلك شرع من هذه الآية أخذ مشروعية التكبير ليلة العيد، من هذه الآية أخذت مشروعية التكبير ليلة العيد، ومن هذه الآية شرع الشكر على والحمد لله بعد كل عبادة على أتمامها والهداية لها. ولذلك قال الله لتكبروا الله على ما قال، ما قال شرعها، قال على ما هداكم. والله إنه الهداية لو قارنا أنفسنا بالأمم غيرها. ثم قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله أكبر، والله ما أعظم الله حين شرع لنا هذه الآية. لاحظوا أيها الأخوة جاءت هذه الآية متى؟ في آخر آيات الصيام، كأن الله تعالى يقول هذه جائزتكم، جائزتكم إن أقمتم أمر الله واستجبتم. ولذلك ختمت بقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكأنه قال عز وجل إذا أتممتم هذه الشريعة فهذه جائزة مفتوحة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أراد أن يكلف إنسانا قال اعمل هذا العمل ولك شيك مفتوح، جزاء مفتوح،
فالله تعالى ربنا هنا شرع لنا يعني هذا أو أعطانا هذه الجائزة، ولذلك شرع الدعاء في ختام الصوم عند الفطر، وللصائم دعوة عند فطره. لعل النبي صلى الله عليه وسلم انتزع هذا الحكم من هذه الآية في تعقيب آيات الصيام بآيات الدعاء. وهذه الآية يا إخواني فيها جميع آداب الدعاء، جميع آداب الدعاء في هذه الآية. وقد دلت ألفاظ الآية من وجوه، تأملوها معي. أولاً أن ورود الآية في سياق آيات الصيام يدل على فضل دعاء الصائم وأنه مرجو الإجابة، كما ذكرت لكم في الحديث دعوة الصائم ثلاث دعوات المستجابات، وذكر منها دعوة الصائم. ثانياً أن ورود الآية ضمن سياق آيات الصيام يدل على أن من أحرى أحوال الإجابة حال رقة القلب وصفائه وخضوعه وخشوعه وانكساره وتعلقه، وهذا متحقق في الصيام في نهايته خصوصا في وقت الإفطار. وهذا الذي جعل هذا الذي والله أعلم سر ربط الدعاء في وقت الإفطار، لأنه وقت يعني خضوع ورقة. ثالثا نورود بعد قوله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم يدل على أن الدعاء مشروع بعد إتمام العمل الصالح، بعد إتمام العمل الصالح الدعاء مشروع بعد إتمام العمل الصالح، ولهذا شرع بعد الطهارة وشرع بعد الأذان وشرع دبر الصلاة وشرع عند الفطر في ختام أعمال الحج، لأن أعمال الصالحة تفتح بعدها أبواب الجزاء من الله سبحانه وتعالى. رابعا أن ورودها بعد الأمر بالتكبير والشكر في قوله وتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يدل على مشروعية إيش؟ تقديم الثناء على الدعاء، الثناء على الدعاء، تقديم الثناء على الدعاء، لأنه قال ولتكبر الله على ما هداكم ولتكمل لا نعم وتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فهو شكر الله بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني. خامسا قوله تعالى فإني قريب يدل على عدم مشروعية رفع الصوت بالدعاء، هذا هو الأصل. سادسا أن تقييد الإجابة بقوله إذا دعان يدل على أدب عظيم من أداب الدعاء، وهو صدق التوجه إلى الله وحده في الدعاء، إذ المعنى إذا دعاني مخلصا صادقا. قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بها فيها عدة آداب، منها أولا الاستجابة لأوامر الله بصدق وإخلاص سبب من أسباب الإجابة. تقديم الأعمال الصالحة قبل الدعاء، يعني الإنسان يقدم بين يدي نجواه بين يدي دعائه عملا صالحا، ولهذا ذلك لأن الاستجابة هنا محمولة على وجه فعل الطاعات. ثالثا أن يكون الداعي متحريا للإجابة، أن يكون الداعي متحريا للإجابة، فإذا كان متحريا فذلك من أسباب الإجابة، ولذلك ودلالة ذلك التعبير بالاستجابة فليستجيبوا ولم يقل فليجيبوا، فالاستجابة هي طلب والتحري. قوله ليؤمنوا بي يدل على أدب من آداب الدعاء وهو الإيمان بموعود الله في الإجابة، يعني اليقين بإجابة الله عز وجل. هذه بعض الآداب التي اشتملت عليها بما يسر الله تعالى يعني تأملها. بعد ذلك أيها الأخوة ننتقل إلى آيات أحكام ليلة الصيام. لاحظوا الترتيب، أول ممهدات ثم جاء التشريع ثم جاء الدعاء الذي يشرع فيه الدعاء في قبل الغروب. بعد ذلك جاءت آيات الليل أحل لكم ليلة الصيام، فهذه الآية في أحكام يعني هي في أحكام الليل غالبا ومشتملة على بعض الأحكام الفرعية للصيام والمحظورات المتعلقة بالصيام، يعني هي مكملات، هذه الآية مكملة لأحكام الصيام. وهذه الآية أيها الأخوة اشتملت على عدة محظورات، هي الأكل والشرب والجماع بعد تبين الفجر والإمساك عن الفطرات والمحظورات حتى الليل ومباشرة النساء حال الاعتكاف، وكلها داخلة في هذه الآية. وقدم فيها ما هو ألصق بالليل وأكثر وقوعا، فقدم أولا أمر المباشرة عامة ثم المأكل ثم أمر المباشرة للمعتكف، وهذا والله أعلم سر تقديم المنكح على المأكل في هذه الآية لارتباطه بالليل.
نعم. طيب، ما وجه حظر المباشرة في ليالي رمضان ثم إباحتها؟ قول الله عز وجل حل لكم ليلة الصيام يدل على أنه محرم في أول الإسلام وقبل الإسلام. كيف محرم؟ يعني أن الرفث والجماع محرم محرم للمسلم في الليل إذا نام، فإذا نام حرم عليه الأكل والرفث حتى اليوم الثاني، فهنا وقت محذور وهو بعد النوم فيما لو استيقظ إلى اليوم الثاني، كان هذا محظورا. لماذا كان محظورا؟ لأنه ينافي حكمة الصيام. حكمة الصيام هي رفع هذا القلب للتعلق بالله عز وجل، فحضر ذلك في أول الصيام. طيب، لماذا أبيح؟ أبيح لأن النفوس البشرية متعلقة بحظوظها، يعني بهذه الحظوظ، فالله تعالى تخفيفا لهذه الأمة بما لم يخفف على الأمم السابقة أباح لها هذا الأمر في الليل تخفيفا لها، ولكي لا تتعلق به نفوسها ويشغلها عن طاعة ربها، وربطه بمقصد عظيم، ولا يكون مطلقا وإنما ربطه بمقصد شرعي، فقال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني ليست المباشرة هنا لذات المباشرة والتمتع فقط، وإنما لمقصد عظيم ومقصد شريف، هو أولا لتتفرغوا لما كتب الله لكم من قيام هذه الليالي، ولتبتغوا في هذا الأمر الولد الصالح كما سيأتي. أولا قوله تعالى أحل لكم كما ذكرت لكم، فيه سبب نزول وهو أنه نزلت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، قوله تعالى أحل لكم، أن بعض الصحابة اختان نفسه وقع في المحذور في ليالي رمضان، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه كان في سمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى بيته وقد نامت زوجته، فقال لم تنومي؟ قالت نمت، بعد أن أيقظها ربما أو نداها، فوقعها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وشكى إليه، وجاء شخص آخر وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية رحمة بهذه الأمة. فانظر كيف أن الله أباح بواقعة واحدة تشريع عظيم لهذه الأمة المحمدية. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث. لماذا عبر بالرفث؟ كأن فيه مستكره، يعني هو أمر مستكره في مثل هذه الأيام التي ينبغي أن تتعلق فيها قلوبكم بالله. ولذلك كما قال ابن عباس القرآن يعبر عن الجماع بالمباشرة والرفث وغيرها ليكني، يعني يكني عن ذلك، وهذا من رقي أسلوب القرآن وعلوه وسموه، في أنه يعبر عن الشيء كناية، في عن الشيء المستكره أو المستقذر كناية، ولا شك أن هذا دليل على كمال لغة القرآن وسموها. فقال هنا الرفث كأن فيه أمر مستكره أن تأتوه وقد حذركم الله ونهاكم عنه، إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لماذا عبر الله تعالى بهذه الآية؟ للدلالة على الحكمة في وقوعهم، يعني كأن الله عز وجل التمس لهم العذر بقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني من شدة الملاصقة والمخالطة لا تستطيعون أن تدركوا أو تحافظوا على هذا الأمر، فعفى الله تعالى عنكم، فما أعظم حكمة الله تعالى. وهذا يدل على هذه الآية، قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يدل على سنة شرعية، وهي حاجة الرجل إلى المرأة، وحاجة المرأة إلى الرجل، وحاجة المرأة وحاجة الرجل إلى المرأة أشد من حاجة المرأة إلى الرجل. حاجة الرجل إلى المرأة أحوج وأهم من حاجة المرأة إلى الرجل. كيف؟ ما الدليل؟ لأن الله هنا قدم قال هن لباس لكم، فأنتم بحاجة إليهن وأنتم لباس لهن، فأخر حقهن، فدل على أن الرجل
أحوج للمرأة من المرأة، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. فإن المرأة قد تطلق ولا تتزوج، لكن الرجل إذا طلق يعني في الغالب لا بد أن يتزوج، وسنة الله باقية. قال الله عز وجل: علم الله أنكم تختانون أنفسكم. هذه الآية ورد فيها عدة روايات أسباب النزول كما ذكرت لكم، منها قصة عمر وغيره، فعبر الله تعالى بمخالفتهم بالاختيان، تختانون أنفسكم. وما المقصود بالاختيان؟ ليس هو الخيانة المقصودة في مخالفة أمر الله، وإنما غلبت النفوس على الأمر، أو يعني الظن أن هذا ليس مخالفة أو ليس واقعا. بمعنى كما كان عمر رضي الله عنه قال لزوجته: قد لم تنامي؟ قالت: قد نمت. فهو لم يواقعها عمدا في مخالفة أمر الله عز وجل، فعبر هنا بالاختيان ولم يعبر بالخيانة. نعم. ثم قال الله عز وجل: فتاب عليكم. الله أكبر. وعفى عنكم. تاب عليكم مقابل ماذا؟ وعفى عنكم مقابل ماذا؟ تاب عليكم عما وقع منكم وعفى عنكم في الحكم عموما، يعني رفع عنكم الحكم. ولم يتوب الله عز وجل على هؤلاء فقط، بل عفى عن الأمة ببركة هذا الأمر. فانظروا رحمة الله وكمال حكمه وعدله وشرعه. ثم قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذه يا إخواني يعني قاعدة من قواعد النكاح، قواعد من قواعد النكاح، وهي ربط مقصد النكاح بالمقاصد الشرعية. ليس مقصد النكاح هو المتعة المجردة التي هي حال البهائم فيما بينها، لكن الله تعالى ربطها للمسلمين بأمر مشروع، وهو قوله: وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا أمر مهم جدا. قال الدوسري رحمه الله في صفة الآثار والمفاهيم، كلكم يعرفه رحمه الله، كتفسيره من التفسير التي اعتنت بإبراز جانب كمال التشريع وكمال الشريعة وربطها بالواقع، وإن كان لم يكمل. قال: وقوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليكن هدفكم من المباشرة، ليكن هدفكم من المباشرة هو المقاصد الشرعية التي شرعت لأجلها، أي شرعت ذلك لأجل من إعفاف كل واحد لصاحبه وإحصانه، وقصد تكثير نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا لمحض الشهوة الجنسية، لا لمحض الشهوة الجنسية. قال: وهذا من جملة النصوص الموضحة موقف المسلم في جميع أحواله، أن يكون عقائديا لا بهائميا، عقائديا يرتقي بهمومه إلى ما يريده الله، وتكون جميع حركاته وسكناته مرتبطة بالله عز وجل. فهذا أمر يعني الحقيقة له دلالة في الآية. وابتغوا ما كتب الله لكم، التمس فيها ابن عباس الدقيق الفهم الذي أعطي ذهنا وقادا في فهم كتاب الله، التمس فيها مشروعية قيام ليلة القدر. كيف ذلك؟ قال: أن أعظم ما كتب الله في هذه الليالي ما هو؟ تحري ليلة القدر. أعظم ما كتبه الله قيام هذه الليالي لتحري ليلة القدر. فقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، أعظم ما يبتغى هنا، والله تعالى أمر به، أعظم ما يبتغى قيام القيام، ويدخل فيه ليلة القدر. لكن ابتغاء الولد ما علاقته بالصيام؟ ليس له علاقة بالصيام. فقال أن الأولى هنا ابتغاء ما كتب الله له من الخير في هذه الليالي، ومن أعظمها قيام ليلة القدر. انظروا هذا الإمام المفسر حبر الأمة كيف استنبط هذا الاستنباط، وإلا فعامة جمهور المفسرين على أن وابتغوا ما كتب الله لكم الولد، لكنه رضي الله تعالى عنه استطاع أن يعني يفهمها من التعبير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
ومما كتب الله لهم ليلة القدر فأمروا أن يبتغوها، فكأنه سبحانه يقول اقضوا وطركم من نسائكم ليلة الصيام ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم في هذه الليلة التي فضلكم الله بها والله أعلم. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه في ماذا؟ في أحكام الأكل والشرب، تلك في أحكام النكاح، هذه في أحكام الأكل والشرب. فأخرها لما قلت لكم أن الآيات مرتبطة بالليل فأخر الأكل عن المنكح. قال هنا في سبب نزول في هذه الآية وهي أنه كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام، نام قبل أن يفطر، يعني حضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى غروب الشمس من اليوم الثاني، يعني يواصل إذا نام بعد الغروب قبل أن يفطر. نعم. فكان قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، لكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني إنك تبي تبيت جائع حتى يوم غد. فلما انتصف النهار غشي عليه من التعب لم يستطع أن يقام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت رحمة أرحم الراحمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فانظروا يا إخواني كيف ببركة هذه الواقعة جاءت هذا الحكم العظيم الذي خفف على الأمة، يعني لكم بعد المغرب أن تأكلوا حتى الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر. وهنا في قوله حتى يتبين ولم يقل حتى يظهر أو حتى يبدو، يدل على ماذا؟ يدل على رحمة إلهية. ما هي؟ أن الأمر متعلق بالتبين لا بالبدو. من يستطيع أن يتبين أو يظهر له الفجر ببدايته؟ ما يستطيع إلا إنسان جالس قبل الفجر بساعة يتحين وخرج ولا ما خرج. فربط الله تعالى الحكم وقرنه وعلقه بالتبين. التبين ما هو؟ ظهور الأمر، الإسفرار كما ذكره أهل العلم هنا. ولذلك جاءت آيات الأثار على أن المقصود هنا الظهور والتبين لغالب الناس أو لعامة الناس. قال فيما أخرجه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، وفي رواية حتى ينفجر الفجر. لاحظ الفرق بين يبدو وينفجر، فذكر هنا بداية الفجر وذكر هنا انفجار الفجر، فدل على أن في الروايتين هاتين يعني بداية الفجر ونهاية الإمساك وهو البدو والظهور والانتشار واستفاضة في الأفق. ولذلك كما جاء في الصحيح البخاري رضي الله تعالى عنه عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا يدري حتى يقال أصبحت، يعني ظهر النهار أو ظهر الصبح. فقولهم أصبحت دال على الانتشار وذهاب وقت على دخوله أو بدايته. فانظروا رحمة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. لكن أيها الإخوة لا يدل على أن الإنسان يأكل حتى يعني يظهر النهار ويبدو، لا، وإنما القضية متعلقة بالتبين. فإذا تبين أن الفجر خرج وطلع فليمسك، وفي هذا الوقت يتبين الفجر بالأذان. وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أن وقت الأذان متقدم على وقت الفجر بدقائق، بعضهم قال تزيد على 10، لكن يعني بما أن المسألة فيها خلاف بين العلماء وأخذ ورد
فالاحتياط أولى، إلا إذا قام الإنسان مع الأذان وليس له وقت فيمكن أن يعني يتسحر ويأكل ما تيسر له. هذه مسألة أيها الإخوة يطول الحديث عنها فيها والتفصيل. قال الله عز وجل هنا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه الآية في تحريم المباشرة على المعتكف ليالي رمضان، ولها سبب نزول. ما هو سبب نزولها؟ سبب نزولها أنه كان في بداية الإسلام الصحابة كان الرجل كما قال الضحاك إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع أهله جامع إنشاء، فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المساجد ولا في غيره، في المسجد ولا في غيره، كذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد من الصحابة السلف. فهو نازلة بسبب نزول كما ذكرت لكم. ما العلاقة بين الاعتكاف والصوم؟ العلاقة بين الاعتكاف والصوم من جهة اتحادهما في الغرض، وهو حبس النفس عن الشهوات لتحقيق التقوى وتقوية الصلة بالله عز وجل. فلهذا شرع الاعتكاف وشرع فيه عدم المباشرة لينقطع الإنسان لربه، فلا يكون هناك تعلق بالدنيا. ولذلك يعني أخذ من هذه الآية أحكام، مع أنه لم يذكر بيع ولا شراء ولا غير ذلك، وإنما ذكر فقط المباشرة هي أصل الاعتكاف في المحذورات، أما البيع والشراء لم يذكر. فالدليل عليه، الدليل عليه أن كل ما قطع الإنسان في علاقه بالله فهو محذور في للمعتكف، أصلها المباشرة، ثم يدخل فيها توابع المباشرة دواعيها، ثم يدخل البيع والشراء والحديث في الدنيا وغير ذلك. طيب، الحقيقة نتجاوز بعض الأمور. هنا دلت الآية على أحكام الاعتكاف، ولعلنا نتجاوزها اختصارا حتى نأتي لآية الحج، فهو أهم لنا فنا في هذا الوقت. ثم قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. لماذا قال فلا تقربوها ولم يقل فلا تعتدوها؟ هذه مسألة جيدة في التأمل، وهي أن الأحكام المرتبطة المتعلقة بالتشريع في العبادات قال لا تقربوها يعني لأن محذورات، فلما كان الأمر متعلق بالمحذور في العبادات قال لا تقربوها، وما كان متعلق بحقوق العباد والمعاملات قال لا تعتدوها. يعني العبادات لا تقربوا محذور فيها، والمعاملات يعني حقوق العباد والظلم والنساء والنكاح وغير ذلك قال لا تعتدوها، يعني فاصل، ما في مجال، ما في شيء اسمه قرب مباشرة، حد فاصل عدم الاعتداء. هذا والله أعلم في سر التعبير. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.